مباراة صعبة، أنت عارف مازيمبي طبعا فرقة قوية وفرقة يعني من المنافس القوي على البطولة ومن المنافس أو المرشحين برضو للتأهل. فطبعا كون أنت النهاردة بتلعب بعد فترة غياب طويلة جدا، بتلعب يمكن مباراة رسمية بعد شهرين ونص من آخر مباراة بتاعت الملعب المالي، فطبعا دي في تأثير شوية، لكن غياب الجمهور برضو في تأثير شوية، لأن إحنا برضو بنشكر اللعيبة كلها ورهاننا كان من الأول طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى على اللعيبة، على خبراتها، على مجهودها، على رجولتها، الحاجات دي كلها هي دي اللي بتفرق في فرقه النادي الاهلي. وزي ما شفت يعني النهارده الحمد لله تقدمنا بهدف ثم تاخرنا او نقول حصل تعادل ثم تفوق تاني، وهي دي روح النادي الاهلي انه بيقدر يثبت على طول ايه الثواني الاخيره بيقدر يحسب اللياقه البدنيه. بوجه الشكر طبعا لكل اللعيبه بالكامل، مجهود، رجوله، ناس بتحمل على نفسها، في ناس بعيده عن المباراه بقى لها فتره قدرت النهارده تلعب 90 دقيقه زي بركات، زي شريف عبد الفضيل، زي فتحي معوض، الناس كلها اللي هي غالي عاشور، يعني عندنا عناصر بقى لها فتره ما بتلعبش 90 دقيقه، النهارده بتأدي 90 دقيقه بقوه يعني. اللياقه البدنيه يا كابتن هل كان لها عامل اساسي النهارده؟ طبعا في تاثر شويه، في تاثر شويه نتيجه بعد عن المباريات، انت ما بتلعبش باي مباراه رسميه، هم في عز الدوري بتاعهم، خلي بالك هم في عز الفورمه بتاعتهم، بيلعبوا دوري منتظم، رجله على طول ماشيه في الماتشات، فكون ان انت بتلعبه وانت لسه ما فيش فورمه مباريات، ما عندكش غير حوالي خمس ست لعيبه اللي هم بيلعبوا في المنتخب وعلى فترات، يعني افريقيا الوسطى اسبوع وبتريح اسبوعين وتروح لاعب، ما فيش ريتم ماتشات، فدي مهمه جدا يعني.